في يوم من الأيام وقف الراجل اللي قدامك ده في سفينة في عرض البحر، بكل حزن كان بيفكر وبيتأمل في تاريخه اللي هينتهي بعد لحظات بسيطة جدا. كان واقف وشريط حياته كله بيعدي قدام عينيه، كان بيتفرج على أهم ابتكاراته، على الشهرة والمجد اللي صنعهم في حياته. لكن وفي كل حزن نلاقي الراجل ده يعدي الحاجز الحديدي للسفينة ويرمي نفسه وينتحر. الراجل ده يبقى العبقري رودولف ديزل، مخترع محركات ديزل. الراجل اللي انتحر ورمى نفسه من السفينة ده وهو في قمة يأسه، كانوا بيقولوا إن سبب انتحاره إنه خسر كل فلوسه. هنا أنا وإنت لما نسمع الرواية دي هنحس والله إنها ممكنة، ليه لأ؟ يعني في غيره كتير انتحروا لأسباب أتفه من كده بكتير. لكن لما نبحث أكتر وراء الرواية دي هنلاقي إن فيها مشكلة واحدة. المشكلة دي هي إن الرواية هي رواية حكومية، والبعض شايف إنها طبخت عن عمد علشان يداروا على جريمة قتل لمنع تسرب أسرار عسكرية للأعداء. قتل واحد من أهم علماء التاريخ علشان الأسرار ما تطلعش بره. السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من اقتصاد الكوكب، معاكم مصطفى الصعيدي، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن قصة حياة المخترع رودولف ديزل. نشأته كانت عاملة إزاي، وإزاي إن وجود مدرس كويس كده في حياة البني آدم ممكن يدفعه لفعل إنجاز محدش قبل كده وصل له، وإزاي برضو نفس الإنجاز ده فتح عليه أبواب من الغضب من القيصر الألماني ومن عمالقة النفط، وإيه هي مؤامرات قتله أو انتحاره. هو ده اللي هنحاول نعرفه إن شاء الله في حلقة النهاردة. فسريعا لايك وسبسكرايب وكوباية القهوة بتاعتك وركز معايا. طيب، كنا اتكلمنا قبل كده في حلقة سابقة ولسه بصراحة شغال على إعداد أجزاء منها إن شاء الله تطلع في القريب العاجل، عن إن ألمانيا قديما كانت عبارة عن إمارات متفرقة، مش زي ما بنعرفها دلوقتي باسم ألمانيا وليها حدود واضحة. لا، قديما ما كانتش كده، وفي إحدى محاولات الإمارات دي إنها تتوحد فاتعملت ثورة 1848 علشان يحققوا التوحيد ده. لكن الثورة دي فشلت، وفشلها ده عمل أزمات اقتصادية ووضع فوضوي. الوضع الفوضوي ده دفع العديد من الألمان للهجرة إلى دول تانية للبحث عن فرص عمل أفضل، وواحد من اللي هاجروا دول كان جوتليب ثيودور هيرمان ديزل، حرفي ألماني من مملكة بافاريا كان بيشتغل في تجليد الكتب بالجلد، وده كان السائد في الوقت ده. فقرر إن هو يروح فرنسا ويستقر هناك ويفتح ورشة ويشتغل فيها، وبالفعل راح فرنسا سنة 1850 وأموره كانت مستقرة إلى حد ما. فاتجوز وخلف بطل حلقة النهاردة رودولف ديزل سنة 1858. رودولف ديزل كان طفل ذكي جدا، ومن صغره وهو شغال مع والده في الورشة. الطفل ده كان بيتكلم فرنساوي وألماني، ووالدته كانت بتعرف إنجليزي فتعلم إنجليزي كمان. فبفضل بقى اللغات والثقافة الكبيرة دي، فكان بيتم إعداد الطفل ده لدخول المدرسة في فرنسا سنة 1870. لكن حظه كان صعب جدا، لأن في الوقت ده 1870 قامت الحرب الفرنسية الألمانية، ونتيجة للحرب دي أدت الأوامر الفرنسية بطرد كل الألمان الموجودين في فرنسا وخلال 24 ساعة فقط. والمشكلة إن القرار ده جه فجأة، وجه في وقت كانت الظروف صعبة جدا جدا في عائلة ديزل، لدرجة ان والده ما كانش معاه تمن التذكرة للعائلة كلها علشان يرجعوا على ألمانيا، يدوب الفلوس اللي كانت معاه تكفيه انه يروح لندن. وحتى لو اتصرف يا سيدي في اي فلوس في الوقت ده، فهيروح ألمانيا يعمل إيه؟ الوضع مش مضمون، وألمانيا في الوقت ده كانت داخلة حرب أمام فرنسا، لسه طبعا ما كانوش عارفين اللي هيحصل للفرنسيين في الوقت ده، لكن التوقعات في الوقت ده كانت بتقول إن ألمانيا بالتأكيد هتخسر الحرب دي. فعائلة ديزل قالت خلاص خلينا نطلع
على لندن. وفي لندن بقى شافوا الويل كله. المعيشة كانت صعبة جدا، العائلة كلها كانت قاعدة في غرفة واحدة ومش لاقيين ياكلوا. هنا والد ديزل بعت لابن عمه في بافاريا وبدأ يحكي له عن الوضع اللي هو شايفه في بريطانيا. فابن عمه ده قال له ابعت لي الطفل ديزل وأنا ههتم بيه وبتعليمه. ابن عمه ده كان أستاذ الرياضيات في بافاريا، فلما راح له ديزل فالراجل ده شاف في الطفل ده نبوغ وذكاء غير عادي، بالإضافة إلى ثقافة ولغات متعددة، فبدأ يدعمه ويعلمه ويساعده في دخول مدرسة صناعية علشان في المدرسة دي يبدأ ديزل يتعلم صح. وفي نفس الوقت كان ديزل بيطلع مصاريفه من خلال تعليم الطلاب اللي حواليه اللغة الفرنسية والإنجليزية، والإنجليزية تحديدا بقى لأنها كانت مطلوبة قوي في الوقت ده علشان الهجرة لأمريكا أرض الأحلام في الوقت ده. فكان بيعمل فلوس حلوة جدا بتغطي مصاريفه إلى حد ما، وفي نفس الوقت كان طالب شاطر جدا وبيطلع الأول في كل المواد، ودرجاته العالية دي مع ثقافته واللغات اللي معاه جابت له منحة شاملة المصاريف لمدة 4 سنوات لدراسة الهندسة في جامعة ميونخ التقنية. المنحة دي كان تقريبا 500 جولدن سنويا، يعني 240 دولار سنة 1880. حاليا بفلوسنا في الوقت الحالي بنتكلم في 22,000 دولار في السنة، فده كان شيء كويس جدا. المهم ان دخوله للجامعة دي هيعرفه بقى على افضل استاذ جه في حياة ديزل، الأستاذ اللي في إحدى المحاضرات كده هيسأل سؤال بشكل عابر جدا، بس بسبب السؤال ده ديزل هيركز فيه وهيعمل منه ملايين كتيرة جدا. لما دخل ديزل الجامعة اتقابل على أستاذ اسمه كارل فون ليندا أو ليندي على حسب النطق. الراجل ده كان مخترع وعنده براءات اختراع وشركات وحاجة زي الفل، بس كان محب للعلم أكتر، فقرر إن هو يكمل في سلك التدريس. ففي يوم من الأيام كان ديزل قاعد في محاضرة لي الأستاذ ده، وكان بيتكلم عن المحركات البخارية وإزاي إن بيحصل هدر كبير قوي للطاقة من المحركات دي. يعني ببساطة وعلى حسب فهمي البسيط، واللي يلاقي أي معلومة مش دقيقة في الكلام اللي هقوله دلوقتي أتمنى أنه هو يصحح لي في التعليقات. شوف، أشهر المحركات في الوقت ده كانت المحركات البخارية اللي بتعتمد على إنك تجيب فحم تولع فيه وبالحرارة دي تسخن مية، المية تعمل بخار، البخار ده تحت ضغط معين يشغل لك المحرك ويدور لك المكنة. المشكلة بقى في شوية الفحم اللي انت حرقتهم دول، يعني في ظروف مثالية وهنضرب مثال عبثي شوية، إن شوية الفحم اللي انت حرقتهم دول المفروض كانوا يدوروا المكنة 10 ساعات. اللي كان بيحصل في الوقت ده سنة 1890 ان نفس شوية الفحم دول بيدوروا المكنة ساعة واحدة، يعني كفاءة المحرك 10%. طبعا المثال اللي انا بقوله لك ده مخل شوية علشان الجماعة بتوع الديناميكا الحرارية ما يمسكوش فينا في التعليقات، لكن اللي عايز اوصله لك ان الطاقة كانت بتهدر بشكل كبير جدا في الوقت ده. حتى العلم باقي الانواع التانية للمحركات في الوقت ده كانت كفاءتها لا تتجاوز 12-13% بالكتير قوي. فالكلام ده كله بقى للشركات مش اقتصادي، يعني أنا كصاحب شركة أحب أخد أقصى فايدة من شوية الفحم اللي أنا هحرقهم دول، ولو لقيت محرك تاني بيديني كفاءة عالية فبالتأكيد هغير المحركات اللي في المصنع بتاعي للنوع الجديد اللي هيديني كفاءة استهلاك أو كفاءة تشغيل عالية. وده بقى كان محور السؤال اللي سأله الأستاذ في المحاضرة دي، وديزل سجل السؤال ده اللي شغل تفكيره جدا لسنوات، وقال أنا اللي هشتغل على الموضوع ده، لدرجة أنه بعد ما تخرج من الجامعة بدأ يشتغل على الفكرة دي، وقدر بالفعل في الآخر يطلع لنا بمحرك أخذ عليه براءة اختراع سنة 1894. والمحرك ده عمل ثورة كبيرة جدا للشركات في اقتصاديات الشركات. ديزل كان بيطمح في البداية أن المحرك بتاعه يوصل لكفاءة تقترب من 75%، لكنه ما قدرش، يعني أقصى كفاءة وصل لها كان 27% فقط، وده للعلم كان أعلى من أعلى كفاءة وصل لها أي محرك كان بينافسه في الوقت ده. أعلى محرك مثلا 12-15% بالكتير قوي،
تمام. على فكرة في وقتنا الحالي بقى محركات ديزل اليوم كفائتها بتوصل ل 50-55%، فاللي عملوا ديزل من 130 سنة كان فعلا شيء كبير جدا. المهم ديزل بدأ يشتغل على تحسين المحرك ده لعدة سنوات كده لحد ما وصلنا إلى سنة 1900، وفي السنة دي كان في معرض عالمي هيقام في باريس، فصاحبنا أم رايح المعرض ده أخد محركه أم واقف وأم معلي العيار حبتين وشغل المحرك بتاعه على زيت الفول السوداني. الفول السوداني اتعصر، جاب زيت، دخلنا الزيت في المحرك ده، المحرك دار ودار بكفاءة عالية جدا. الكلام ده كان يعني عامل حالة من الانبهار الشديد للناس في الوقت ده، وكسب ساعتها ديزل المركز الأول في المعرض ده. وللعلم اللي حصل ده كان الخطر الأول من خطرين. الخطر الأول ده كان إنه كسب عداوة رجال النفط في الوقت ده، وافتكر معايا رجال النفط والفول السوداني هنحتاجه بعد شوية هبقى أكلمك فيه. الخطر الثاني اللي فتحه على نفسه دلوقتي هو تركيب المحرك ده سنة 1912 في السفينة الدنماركية سيلينديا، ودي كانت أول سفينة شحن عابرة للمحيط بتعمل بمحرك ديزل. فلما ركب المحرك ده على السفينة تم لفت انتباه القوات البحرية في لندن. لما رست السفينة هناك ساعتها نزل وزير البحرية البريطاني وينستون تشرشل في الوقت ده اللي بعد كده هيبقى أهم رئيس وزراء في تاريخ بريطانيا، نزل وتفقد السفينة واتبسط جدا من الموضوع ده. والكلام ده زي ما قلت لك كان سنة 1912، وخلال كم شهر بعد كده تمت دعوة رودولف ديزل لبريطانيا في لقاء هيكون الأخير في حياة ديزل كلها زي ما هنعرف في الجزء اللي جاي دلوقتي. بس عايزك تسمع بتركيز لأن في حوارات ومؤامرات وقصص هتسمعها دلوقتي. في أواخر شهر سبتمبر سنة 1913، أيام ما كان العالم بيشهد توترات مخيفة جدا في أوروبا بعد مقتل أرشيدوق النمسا فرانس فيردناند، والكل كان خايف من حدوث أي تطورات أو تصعيد لحروب كبيرة، فيسافر رودولف ديزل على متن الباخرة دريسدن متجها إلى لندن. والسبب الظاهر من السفرية دي هو افتتاحه لأحد مصانعه الجديدة في لندن لتصنيع المحركات بتاعته، والسبب الباطن كده كان مقابلة قيادات في الحكومة البريطانية لترخيص محركاته في الاستخدام العسكري ليهم، حتى انه كان بيتوقع ان يتم الترحيب به من قبل الملك البريطاني جورج الخامس شخصيا. المهم صاحبنا ركب السفينة دي، وفي مساء يوم 29 سبتمبر بعد أمسية هادئة وعشاء مع رجال الأعمال والمسؤولين الألمان على الساعة 10 مساء، خرج ديزل متجها لغرفة نومه في السفينة. وهو في طريقه بلغ المضيفة إنها تصحيه الصبح الساعة 6:15، ودي كانت آخر مرة أي حد يشوف فيها رودولف ديزل. تاني يوم الصبح أحد أصدقائه اللي كان مسافر معاه على متن الرحلة دي تفاجأ إن ديزل ما خرجش من غرفة نومه. راح يخبط عليه مفيش رد، يدوروا في السفينة مش لاقين، فتحوا الأوضة بتاعته مش لاقينه. الأوضة كانت مترتبة وهدومه كانت في أماكنها وكأنه كان بيعد نفسه للنوم بشكل طبيعي جدا. طيب راح فين؟ ما حدش عارف. هنا قاموا مبلغين القنصل الألماني والدنيا اتقلبت بحثا عن الراجل ده. وفين بقى بعد 10 أيام قارب هولندي يلاقي جثة مشوهة المعالم وطافية على الماء؟ كان واضح إنها جثة راجل مهم كده من الملابس بتاعته. قاموا جايبينه وأخدوا المتعلقات اللي معاه، كان دفتر وسكينة صغيرة وبطاقة هوية، ولأن القارب بتاعهم كان صغير والجثة متحللة فقاموا رميين الجثة في المياه وأخدوا المتعلقات وسلموها للسفينة. وعلى يوم 13 أكتوبر تم التعرف على العناصر دي من قبل ابن رودولف على إنها فعلا مملوكة لوالده. وبما ان السفينة ألمانية والطاقم اللي بيشغلها ألماني، فاللي هيحقق في الجريمة دي هتكون الشرطة الألمانية اللي قالت ان المخترع كان مديون وخسر فلوسه في البورصة وكان بيعاني من ظروف صحية سيئة فلذلك انتحر. حتى ان الدليل اهو يا جماعة موجود، بصوا كده في اليوميات بتاعته هتلاقوا انه كان راسم في اخر صفحة فيها صليب باللون الأسود، والشرطة الألمانية اعتبرت أن الصليب الأسود ده دليل على أن ديزل خلاص قرر أن هو
ينهي حياته، وتقفلت القضية على الرواية دي. طبعا الرواية دي كانت مرفوضة تماما من قبل عائلة ديزل اللي كان عندها حلقة مفقودة كده لتكذيب أو لإضعاف الرواية بتاعت الانتحار دي. عائلة ديزل قالت مستحيل إن ديزل يعمل كده، ديزل كان في معنويات عالية جدا جدا، وده كان واضح من المراسلات بينه وبين زوجته وبينه وبين ابنه. ديزل ما كانش فقير، كان مليونير ومعاه فلوس كتير جدا، صحيح حصلت له خسائر وخسائر كبيرة، لكن في الآخر كان سهل عليه جدا ان هو يعوضها. ديزل كان في اوج شهرته وعنده 55 سنة، يعني مش كبير. وبعدين يعني الرحلة بتاعت بريطانيا دي كان ديزل رايح فيها يفتتح مصنع جديد ليه، وكان لسه هيفتتح مصانع اكتر من كده بكتير، ففين اليأس في الموضوع ده كله اللي يدفعه للانتحار؟ ديزل اتولد في الفقر وعاش نصف حياته تقريبا مش لاقي ياكل، لكن بالصبر وبالعلم غير حياته. صعب على ناس كتير قوي انهم يشوفوا واحد اخد الطريق ده من الفقر وفي صبر ومثابرة وعلم ومجهود كبير جدا، تيجي تقولي في الاخر ان هو يقع في الانتحار. كمان زوجته كانت بتحكي موقف كده جميل جدا يعرفك ان الراجل ده بيهتم بعيلته قوي. بتقول ان لما طلعت سفينة تايتانيك كان ديزل عاوز ياخد العيلة كلها ويروحوا في السفينة دي، لكن ما عرفش يجيب تذاكر ساعتها، فلما غرقت السفينة قال لزوجته انه ما كانش متخيل ان لو كان حد فيهم ركب السفينة ومات كان ايه هيبقى الوضع دلوقتي بالنسبة لباقي العائلة. فده يقول لك العائلة عاملة ايه بالنسبة لواحد زي ده، فازاي تقول لي ان هو ممكن يفكر في الانتحار وسفينة تايتانيك غرقها من الحادثة من 1913، مفيش وقت بعيد قوي. واللي ممكن بقى يعني يقوي رواية القتل على رواية الانتحار ان ديزل قبل الرحلة دي باسبوع ساب شنطة لزوجته كان فيها 20,000 فرنك وشوية اوراق وعقود كده وحسابات بنكية، وقال لها ما تفتحش الشنطة دي غير بعد اسبوع من مغادرته. وهنا البعض بيعتقد ان ديزل كان حاسس ان في حد متربص بيه وهيخلص عليه قريب، والبعض الاخر كمان بيقول ان انه يا سيدي لو بيخطط للانتحار فالاولى انه يكتب خطاب وداع لعيلته او لزوجته. لكن لما قعدوا يدوروا على اي خطابات سواء في السفينة او في جيبه او في اي حتة ملقوش اي خطابات من النوع ده. فلكل الاسباب دي بدأت بعض الصحف توجه اصابع الاتهام لجهتين او لشخصين من الاخر. الاتهام الاكبر والجزء الاكبر كان للقيصر الالماني، وده اورده الكاتب فيكتور جلاس في كتابه للسيرة الذاتية لديزل لما قال ان القيصر اعطى الامر بذلك خوفا من ان يسمح ديزل للانجليز باستخدام محركه في الاغراض العسكرية. ووفات ديزل تمت قبل شهور قليلة جدا من بداية الحرب العالمية الأولى، والقيصر الألماني كان عايز محركات ديزل تبقى للألمان فقط، مفيش أي حد تاني يشاركهم. لكن المشكلة إن ديزل هو صحيح ألماني بس اتولد في فرنسا وعاش في بريطانيا، فمش متشرب قوي بفكرة القومية الزائدة، القومية والوطنية اللي تدفعه أنه يقول بلدي أولى باختراعي ومش هديه لأي حد تاني. لا، هو كان شايف ان لو ده هيستخدم في الاغراض العسكرية فالكل يستخدمه، الكل سواسية. فده ضايق القيصر الالماني، فلذلك ده كان اول واحد تتوجه له اصابع الاتهام في قتل ديزل. اما الشخص التاني بقى اللي برضو شايفين انه ممكن يكون عمل حاجة زي كده كان جون دي روكفيلر، عملاق صناعة النفط في العالم في الوقت ده. هنا انت هتقولي طيب ايه علاقة الاتنين، يعني ده هنا وده هنا؟ هقولك ما هو ديزل اصلا لما عمل المحرك بتاعه استخدم فيه زيت الفول السوداني. فاكر من شوية لما قلتلك هنحتاج الفول السوداني بعد شوية؟ اهو ده الوقت بتاعه. ديزل من سنتين سنة 1911 كده اعلن ان المحركات بتاعته هتشتغل كويس جدا مع الزيوت النباتية دي، وبالتالي المحرك هيساعد الدول الفقيرة على النهضة الزراعية والاقتصادية فينتشلهم من الفقر. وده برضو اللي دفع احدى الصحف في الوقت ده انها تكتب وتقول ان ديزل قتل عن عمد على يد عمالقة النفط
الكبار. وطبقا لفيكتور جلاس بيقول ان في بعض الاقاويل بتقول ان روكفلر كان بيعتبر ديزل عدوه اللدود. فلما تحط الرواية التانية دي كده وتبدأ ان انت تحللها تقرأها يعني هتحس انها ضعيفة شوية. في كتير قوي من الناس اللي بتحكي المؤرخين بيشوفوا ان ده يعني نظرية ضعيفة الى حد ما، لان اسعار الزيوت النباتية كانت هترتفع والاراضي الزراعية محدودة في النهاية، فالاعتماد على النفط والفحم في 100 سنة اللي فاتوا كان امر حتمي، فما فيش تعارض كبير. فالرواية بتاعت ان روكفيلر قتل ديزل يعني ضعيفة الى حد ما. وفي النهاية بصراحة هتبقى الحقيقة التامة عن كيفية مقتل رودولف ديزل مجهولة تماما، ما فيش اي حد يعرف اي حاجة عن الموضوع ده. بس برضو في حاجة غريبة كده خليني اقولها لك قبل ما ننهي حلقة النهاردة، ان عملية الانتحارات والقتل في عائلة ديزل ما انتهتش لحد كده. عندك بعد كده ابن ديزل اللي هو رودولف جونيور انتحر برضو أو قتل سنة 44، وابن رودولف ده برضو اللي هو أرنولد ديزل انتحر سنة 46 أو قتل، وده شيء غريب جدا، وكأن من يحمل اسم ديزل محكوم عليه في الآخر بالانتحار أو القتل. وبس كده يا سيدي، دي كانت حكاية النهاردة. فلو عجبتك الحكاية السوداوية دي يبقى دوس لايك واشترك في القناة للمزيد من القصص، بس ان شاء الله مش هتكون سوداوية بالشكل ده، واشوفك ان شاء الله في الحلقة اللي جاية. شكراً.